مزيج من الخط العربي والألوان الزاهية، ذلك باختصار هو ما تقوم به الفنانة دعاء عبد الهادي لتحويل الملابس والأحذية إلى لوحات فنية. فنانة مصرية تحول الملابس العادية لقطع فنية برسومات وأشكال مطرزة. دعاء عبد الهادي رسامة شابة تهوى الفنون منذ صغرها، واستطاعت ترك بصمتها على ملابس وأحذية أصدقائها. بعمل حاجات كتير، منها بيبقى داخل فيها خط عربي مثلا، يعني في حاجات برسم عليها، وفي حاجات تانية بجيب حاجات مطرزة جاهزة، يعني مش اللبس المطرز، بجيب وحدات مطرزة معمولة بالخيوط وأنا بركبها بأشكال مختلفة تانية، وساعات برسم على جزم أو تي شيرتس أو قمصان أي حاجة. وفي إطار الفن تهوى دعاء الخط العربي وعملت على تحويله إلى لوح فنية شاركت بها في معارض عدة، واستطاعت إعطاء دورات تدريبية في فنون الخط العربي. ابتديت أدي كورسات حتى خط عربي، وبحاول طول الوقت ان انا امزج الخط بالرسم عشان هما اكتر حاجتين انا بحب اعملهم. شغلانه بعيدا عن الفن، مش بعيد عن الفن برضه، عشان انا مصممه ديكور اصلا، بعمل ديكور معارض لاي شركات، يعني معارض لشركات. شاركت خريجة كلية الفنون الجميلة في عدد من المعارض الفنية بلوحات ورسومات يدوية وديجيتال، وتحلم بحفر اسمها وتخليده لينافس عظماء وأساطير الفن والرسم في العالم.